أكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان مملكه البحرين مستمره في تعزيز الشراكه بين القطاعين العام والخاص وتكثيف الجهود لنمو الاقتصاد مشيرا الى ان مساهمه القطاع الخاص في المسارات التنمويه تعززها بيئه مفتوحه داعمه للنمو الاقتصادي لافتا سموه بأن دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد يعزز فرص التطوير في مختلف القطاعات الاقتصاديه بما يتماشى مع المسيره التنمويه الشامله بقياده حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله. جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر القضيبية اليوم بحضور عدد من اصحاب السمو والمعالي والسعاده من كبار المسؤولين سعادة السيد سمير عبد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث نوه سموه بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص في تعزيز مسارات التنمية في المملكة وحرص الحكومة على مواصلة الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة مشيرا سموه إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها كما هو مقرر له بالإضافة إلى مشاريع إطار البرنامج ذات الأولوية مؤكدا اهميه استمرار تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للعمليه التنمويه مؤكدا سموه على ان الحكومه حريصه على استمرار الدفع بعجله التنميه وتحويل التحديات الى انجازات بما يحقق تطلعات المواطنين ويفتح مهامهم لمزيد من الفرص الواعده من جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتنمية إسهام القطاع الخاص في العملية التنموية منوها بدعم سموه الدام لغرفة تجارة وصناعة البحرين للقيام بدورها تجاه القطاع الخاص وتعزيز إمكاناته وقدراته وخلال اللقاء جرى استعراض أهم المبادرات والبرامج الحكومية ذات الأولوية 2019-2022